ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ بلاش الاسم. بلاش الاسم. طب كام سنه؟ 24. جميل. اتفضلي تحت امرك. هو موضوع الحلقه يعني الموضوع اللي انا كان فيه غير موضوع الحلقه خالص. تحت امرك اتفضلي. يعني الخيانه يعني في سن مراهقه متاخره. الخيانه ايه؟ في سن مراهقه متاخره. يعني المراهقه المتاخره او قصدك يعني ازمه منتصف العمر؟ ولا المراهقه المتاخره يعني حد عنده 24 25 سنه وبدا يعيش لا. حياه المراهقه؟ لا لا لا. امال؟ المراهقه المتاخره يعني اللي هي جت يعني بعد سن 50 والكلام ده. طيب احكي لي ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه هو موضوع عندي هنا في البيت. بابا بقاله 3 شهور بيكلم واحده ثانيه على ماما. هل من طبع باباكي كان كده ولا دي حاجه مستحدثه حصلت جديد؟ لا بص هو حضرتك من 4 سنين كان بيكلم ما اعرفش ايه وانا واختي عرفنا بس ما اتكلمناش. بس ماما بعديها باسبوعين ثلاثه ماما شافته هو بيكلم ما اعرفش ايه وعرفت حصل مشكله والكلام ده. فعدت فتره كبيره كام سنه وبقاله 3 شهور دلوقت بيكلمها. هي نفس الست اللي كان بيكلمها من 4 سنين؟ ما اعرفش الله اعلم. عشان هي الست اللي هو كان بيكلمها قبل كده كانت بتطلق. عشان هو بابايا محامي. يعني عنده زباين كتير وممكن يكون اتكعبل في واحده لا مثلا؟ لا 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 هو محامي في شركه. فزمايله هو عنده زمايل بنات واولاد ورجاله وكل حاجه. بس اللي انا اكتشفته في خلال 3 شهور دول بيكلمها واللي انا اكتشفته اللي هي زميلته من زمايل الشغل واللي هي اعتقد مطلق او ارمله عشان عندها ولدين اللي انا عرفته عشان انا بقالي يعني 4 مرات او 5 مرات بقيت اسمع هو بيكلمها بيقولها انت كل حياتي انت ربنا يخليكي ليا حتى هي اسمها ولا بلاش الاسم بلاش اسماء مش عايزين مشاكل احنا بنحاول نلاقي حلول مش عايزين نعمل فضايح عايزين نعالج المشكله. فعشان كده انا بقالي فتره بلاقي حتى امبارح كانت ماما موجوده راحت بس تعزي لواحده صاحبتها في مامتها. ففي الفتره دي ساعه او ساعتين هي غابتني كلمها ساعات بتكلمه وانا وانا واخويا قاعدين بيرد عليها عادي بس ما بيقولش اسمها او ما بيبينش ان هو بيكلم ست. وبعد كده بلاقيه ازيك يا ابوك وحشتيني وكنت هو مش واخد باله خالص ان انت سامعه؟ لا انا كنت يعني اخر مره سمعته النهارده قبل ما اتصل بحضرتك ومن قيمه اسبوعين ثلاثه اول مره انا كلمت حضرتك قبل كده. اول مره ما كلمت حضرتك قبل كده كنت بعديها بعد ما خلصت مع حضرتك خرجت بره بالصدفه سمعته هو بكده. المشكله اللي هي ماما عشان مامتها تعبانه وعيانه والكلام ده هي بتقعد معاها يومين 3 و4 وبتيجي يوم الخميس وبتشتغل. فهي الموضوع بقى اللي بابا يكلمها في الاوقات اللي ماما مش موجوده. طيب ما هو اصل مش محتاج يكلمها في الاوقات اللي ماما مش موجوده بس ما هو معاها في الشغل كل يوم كمان مش كده؟ معاها في الشغل وعلى طول هي عندها ولدين انا عارف عندهم ولدين واحد صغير وواحد كبير شويه. كذا مره يقول لها طب شوفي محمد ابنك هو بيذاكر ولا لا خلص ولا لا طب امني لي المكان عشان اعرف اكلمك يعني حاجات كده. انا ذات نفسي يمكن اخر مره عيطت فيها والنهارده برضه حسيت الاب بيدق جامد خايفه مرعوبه اللي انا مش عارفه احل المشكله ولا عليكها ازاي ولا عارفين نوصل لاي حل ولا عارفه اكيد في حد تاني عارف ولا انت بس اللي عارفه؟ لا انا واختي بس. اختك قد ايه عندها كام سنه؟ اختي متجوزه ومخلفه عندها يعني 28 سنه. طيب خليني اقول لك ماما الستات بعد سن كبير وبعد هي مش كبيره طبعا بما ان بابا 50 يعني ماما تكون مثلا حاجه و40 مش كده؟ هي بابا اكبر منها ب5 سنين بس يعني هي ماما وصلت 50؟
طيب جميل. بس اللي حد يشوفها او حد يشوف بابا ما يقولش عليهم هم هي جد او بابا بس جد بس اه خلاص وصل لمرحله جد وجده. فساع في بعض الاوقات الست بتبتدي تهمل في حقوق الزوج كراجل. بص هو حضرتك بصراحه هم الاثنين مقصرين في حق بعض بصراحه. كل واحد بقى في ودي. ماما بتاعت طبعا معايا جدتي دي معايا جدتي يمكن من السنه اللي فاتت من شهر من اول يوم في شم النسيم. فطبعا الايام دي بقى لها فتره على طول بقى بتروح لها اول يومين ان هي بتقعدهم والكلام ده. فعشان كده مش عارفه المشكله دي بتتحل ازاي. بصي يا بنت الناس هي من مشكله ان ماما كمان اهملت في حق باباكي. والمشكله ان في السن ده الراجل بيحس انه عمل كل اللي عليه ادى رسالته. عنده بنات واولاد كبروا في منهم اللي اتجوز وفي منهم اللي في الجامعه وفي منهم اللي اتخرج وان هو بيشتغل. بيقف قدام المرايه يبص فجاه يلاقي شويه شعر ابيض طلع تجاعيد جديده ظهرت على وشه. يبتدي يبص جنبه على كومودينو بتاعه يلاقي فيه ادويه بياخدها كل يوم. شكله ما بقاش هو بتاع زمان. احساسه ان كل شيء انتهى. كان عنده احلام نفسه يحققها ولكن الوقت اللي جاي ما يسمحش انه يحقق الاحلام دي فبيبتدي يتنازل عنها. فبيمر بازمه اسمها ازمه منتصف العمر. بيبقى عايز يسترد اي شيء، عايز يستعيد اي شيء، عايز يلحق اي شيء، عايز يحس كمان ان هو مرغوب مطلوب محبوب. النقله من سن الرجوله الى سن الكبر مش عايز بقى مش هنقول بقى شيخ او كهل او خلافه دي بتبقى مزعجه جدا بالنسبه للراجل في السن ده وبتبقى مخيفه. في بعض الناس بيتهيألهم ان حياته بتنتهي وان هو ممكن يموت بكره وان خلاص يلا حسن الختام. وفي ناس والاعمار بيد الله. وفي واحد بيبقى عايز يلحق اي حاجه. هو من نفسه ممكن ما يكونش بادر ولكن ممكن يكون سمع كلمه حلوه استجاب لها. فلما يستجيب لها يسمعها تاني يستجيب تاني. تبتدي البينج بونج ده يوصل معاه لدرجه ان هو تلاقي نفسه فجاه دخل في علاقه. مشكله كمان ان الطرف الثاني بيبقى مهمل في حقه جدا. انا عارف انها ازمه كبيره ومش بديله عذر على فكره. انما ممكن انا دايما بقول نعمل ايه؟ لو باباكي في صاحبك وفي مجال للكلام ويشوفك قاعده متضايقه كده ايه مالك فيكي ايه؟ قولي له يا بابا انا عندي مشكله وعنده واحده صاحبتي وصاحبتي دي حالتها النفسيه سيئه جدا. و ايه المشكله؟ صاحبتي دي بتعيط صبح ظهر ليل ومتخيله شايفه بيتها بيتهد وان مامتها في مشكله كبيره. مامتها ما تعرفش واكتشفت ان باباها بيخون مامتها وبيكلم واحده تانية. وحاجه مزعجه ومؤسفه ومش متخيله انها تشوف باباها بعد العمر ده. الشخصيه اللي بنت له برج كبير عاجي ومتخيله ان بابا ده حاجه ما حصلتش تشوف او تسمع منه حاجه زي كده. كل شيء بيتهد قدام عينيها وحالتها النفسيه سيئه وحاسه بالخوف والرعب. وخشي له من المدخل ده. يا رب يكون قلبه مفتوح. يا رب يكون عقله مفتوح عشان يقدر يسمع ويقيم. ويمكن يكون الكلمتين اللي تقوليهم له دول يعني فيهم شويه حاجات تصحي ضميره.